شكرا. انا جوانا عبد الرحمن في جريد 12. وانا من السيد. واحنا النهارده هنشرح فكره البروجكت بتاعنا. البروجكت ده احنا اصلا عملناه علشان احنا في حد من قرايبنا عنده ديسابيليتي فمش بيقدر يتحرك لوحده غير بالكرسي بتاعه. الكرسي بتاعه ده محتاج على طول حد يزقه. فاحنا بصينا في الاوبشنز اللي عند الناس اللي عندها ديسابيليتيز، لقينا ان هم يا اما يستخدموا كرسي عادي ومحتاجين حد يزقهم، يا اما يستخدموا الكتريكال ويل تشير بس ده مكلف جدا وغالي. فاحنا قررنا ان احنا نعمل موديفيكيشن على الويل تشير العادي بحيث ان هو ما يبقاش غالي قوي وفي نفس الوقت يساعدهم. بالنسبه للبروجكت بتاعنا هو عباره عن كرسي متحرك بيتحرك بالانقباضات العضليه. فاحنا بنستخدم EMG سنسور، هو عباره عن سنسور بيكون متوصل بيه الكترودز. الكترودز دي عباره عن زي دوائر كده بتتحط على الجلد بتشيل الريزيستنس بتاعه الجلد عشان خاطر تقدر تاخد الالكتريسيتي منها، وبنقيس البوتنشال ديفرنس فبنعرف نسبه الالكتريسيتي اللي خارجه، وده بيساعدنا في ان احنا نوجه الكرسي يمين او شمال باستخدام الكود. هو اصلا الكهرباء اللي في الدراع دي بتطلع عشان في حاجه اسمها بوتاسيوم وكالسيوم شانلز. البوتاسيوم والكالسيوم شانلز دي بتتفتح لما الدراع بينقبض او يعني بيرتخي فبيحصل كهرباء في الجسم. فاحنا بناخد الكهرباء دي وحاطين في الكود ان مثلا لو البوتنشال ديفرنس بتاع الكهرباء ما بين كذا وكذا الكرسي يتحرك قدام، لو ما بين كذا وكذا يتحرك يمين وهكذا. الفكره دي اصلا احنا دخلنا بيها مسابقه ايزك بتاعه كليه الدفاع الجوي وتصعدنا بيها جمهوري السنه اللي فاتت وسافرنا اسكندريه.